الشبابي الجزائري الدولي رياض محرز وزميله في فريق ليستر سيتي. الضربة الحرة المباشرة، جول 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 من بدري، من وهل سجل ليستر سيتي. فريق السيتي تحولت في الجهة اليسرى، بدا 4 ب 4 4 ب 5، الكرة في غاية الخطورة، رياض محرز من اللاعبين ولاعب ليستر يتخلص ويحول الكرة إلى الأمام، لا زالت تطير عند محرز، عند محرز، عند محرز، مرة أخرى برانت، تحركات ألمانية رائعة مثالية، وأشرف حكيمي يحضر كرة، جول رايا سامر أنطونوفيتش. ماريو غوتسي، كرة جول، كرة جول، جول، هو نجم الكرة المغربية، هو أشرف حكيمي، حكيم بروسيا. وين نبدا باش نحكي على النجوم المغربيه؟ كور جول، كور جول، يا اشرف، يا اشرف، يا حكيمي، لا 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 يا كورنا، هذا
اشرف حكيمي يحييكم ويمسيكم ويسلم عليكم. اليوم مرة أخرى كرة خطيرة محاولة للنادي الجميلة، لقطة خطيرة لمصلحة باسل صلاح مرة أخرى. على صلاح اللي حاول خطيرة وكرة بالرأس محمد صلاح لمصلحة محمد صلاح خطيرة وصلاح فرصة خطيرة لمصلحة باسل وتغطية وتدخل حكم المباراة. مرموش يسجل التعادل لفرانكفورت الغدار من اول وصول، من اول كورة، من اول ظهور صياد بايرن ميونخ الفرعون المصري عمر مرموش يوصل العزم على غدا وسخير يستبعدها والكرة ترجع كونتر اتاك مرموش عرب مرموش يحط كرة فرصة الثاني الهدف الثاني فرانكفورت مرموش شعل فيهم النار مرموش يرجع الهدية للفرنسي كتيكي مرموش كسرها مرموش والثالث قدم لي مرموش مرموش حوش من يحوش مرموش ثلاثة مش ممكن لايتراخت فرانكفورت.